حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز الأهم وآخر الأنباء نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. في أول موقف رسمي للمغرب بشأن الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت الأسبوع الماضي عقب قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، دعا صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون هذه الدول إلى الحفاظ على علاقاتها وحل مشاكلها بالحوار والتفاوض. وفي تصريح للصحفيين في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، قال مزوار في جواب عن سؤال بشأن الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج بالنسبة للمغرب: لا يمكن إلا أن يسير في اتجاه أن الأشقاء يحافظون على علاقتهم. وأضاف: الحكومة المغربية مع أن يبقى الفرقاء والأشقاء دائما مجتمعين، وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي والنموذج على حد قوله. حسمت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تاريخ إطلاق خدمات الجيل الرابع بالمغرب، مؤكدة أن وكالة تقنين المواصلات قد حددت بالفعل بداية 2015 كموعد للشروع في تسويق هذه الخدمة من طرف الفاعلين في قطاع الاتصالات بالمملكة. وأفادت المديرية بأن الوقع الاقتصادي للجيل الرابع للأنترنت سيتجاوز بكثير مستوى ملياري دولار سنوياً بالنسبة للمغاربة المرتبطين بالشبكة نتيجة الوقع الاقتصادي الإيجابي المتوقع وراء تعميم هذه التكنولوجيا. وقالت المديرية إن الضغط الكبير على خدمات الجيل الثالث للأنترنت الذي يشهده المغرب في الوقت الراهن يعتبر من بين العوامل التي دفعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى اللجوء إلى هذا الخيار. في موضوع آخر، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم الأربعاء بعدم قبول الدعوى العمومية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم، الذي تم حجبه على خلفية متابعة أنوزلا في قضية أخرى تتعلق بالإرهاب. وكانت وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد أنوزلا على خلفية تصريحات نسبتها إليه مواقع إلكترونية، وهي التصريحات التي تشير إلى أن المخابرات المغربية تقف وراء حملة التشهير التي تعرض لها أنوزلا. إلى الخبر الدولي، وفيما يبدو أنه تسخينات لانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية التي يتوقع أن تؤول إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولاية رابعة، داهمت عناصر من الأمن الجزائري مساء أمس مقر قناة الأطلس تيفي الفضائية المعروفة بمعارضتها لسياسة بوتفليقة تنفيذا لأمر صادر عن محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر. وأوضح أحد الصحفيين أنه كان بصدد تسجيل حصة في استوديوهات القناة بمنطقة باب علي عندما تلقى اتصالا من الإدارة أمس ثلاثاء يبلغه بمغادرة المكان والالتحاق بالمسكن العائلي بعد مداهمة رجال الأمن المقر الرئيسي للقناة بمنطقة بئر خادم وتحفظهم على كاميرات ومعدات تقنية. إلى الخبر الرياضي، لم يمر خروج الرجاء البيضاوي من بطولة دوري الأبطال الإفريقي دون أن تصيب شظايا هذا الإقصاء بعض الفاعلين في الجهازي الفني والطبي. بحسب بعض المصادر من داخل الفريق، فإن مدرب اللياقة للرجاء محمد بن حيدة تم إعفاؤه من منصبه عقب ظهور نقص في لياقة اللاعبين البدنية، كما تم إعفاء طبيب النادي محمد رحيب والممرض محمد حلام من مهامهما، وذلك على خلفية غيابهما المتكرر عن التدريبات للوقوف على حالة اللاعبين الصحية. وعلل محمد الناصري الناطق الرسمي للرجاء البيضاوي أن قرارات الإدارة بإعفاء المذكورين من مهامهم يعود بالأساس للاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها من طرف مسؤولي النادي. نهاية الموجز، في أمان الله.